صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم باختصار الكتب المطولة من التفاسير وكتب الفقه والعقائد، وما الضابط لمن أراد فعل ذلك؟ الذي عنده مقدرة علمية على الاختصار، والاختصار له فائدة وتقريب، فطيب يختصر، لكن يكون مع العلم والمعرفة، لأن بعض المختصرين يحذف أشياء مهمة لأنه لا يدري، فلا بد يكون المختصر عنده بصيرة وإلمام بالكتاب من أوله إلى آخره، يأخذ منه ما يحسن أخذه، وأما الجاهل فقد يحذف أشياء مهمة من الكتاب ويأتي بأشياء غير مهمة كما يحصل من بعض المتعالمين. نعم، فلا يقدر على هذا إلا العلماء. نعم.